نبتدي معاكم كلامنا النهاردة بأهم القرارات. يمكن ما فيش أول امبارح كنت لسه بتكلم معاكم عن الأمور اللي حصلت في معسكر نادي الزمالك، عدم التزام بعض اللعيبة، وكنت بقولها كده بمنتهى الصراحة، محتاجين قرار رسمي وبيان رسمي من قبل مجلس إدارة نادي الزمالك. الحقيقة أنه سرعان ما تم اتخاذ القرار ومجلس إدارة نادي الزمالك أصدر بيان رسمي امبارح. تعالوا نستعرض مع حضراتكم قرارات المجلس. قرارات مجلس إدارة نادي الزمالك قالوا إيقاف الثلاثي أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي وأحالتهم للتحقيق وعرضهم للبيع. توجيه الشكر لإخوان أوسوريو المدير الفني للزمالك ومساعده الكابتن مدحت عبد الهادي. تعيين معتمد جمال مدربا عاما وقائما بأعمال المدير الفني لحين إعادة تشكيل الجهاز. هنقول عليها قرارات قوية، قرارات صارمة، قرارات ما بتقبلش الاسم على اتنين. يعني في قرارات كده تقول عليها ايه عاملة كده، لا القرارات دي عاملة كده دغري من الآخر، صارمة من الآخر. حاجات اللي من الآخر دي بتكون رداً على القيل والقال الكتير في بعض الأمور، ما بتكونش سامحة إن ده يحصل فيها. فكرة إن أنا أسمح لأن الجماهير تقعد تبقى منتظرة ومتعشمة وما تلاقيش القرار الأنسب والأمثل والقوي والصارم، ويبتدي يكون في بقى قيل وقال كتير وأصل وكان طب فتوح، طب ممكن أصل هو بيعمل كده على أصل محمد صبحي، يمكن علشان أصل مصطفى الزناري باع القضية. خالص انت راجل بتلعب في مكان، المكان ده ليه قواعد بتاعته، القوانين بتاعته، ونادي الزمالك أعتقد والنادي الأهلي أعتقد وكل الأندية الجماهيرية هي نفس السيستم. التيشيرت اللي بيرتديه أي لاعب بيكون قيم وقوي وليه اسمه وتاريخه واحترامه، ويجب على اللاعب ايا كانت الظروف انه يحترم المكان اللي هو بيشتغل فيه. هسميها شغل لانه شغل. سيبك بقى من فكره الانتماء والحب وان انا اكون بساعد الجماهير وان انا اكون عارف قيمه التيشيرت اللي برتديه وان انا اكون عايز ابسط الجمهور واحرز هدف وان انا اكون بثبت نفسي عشان انضم للمنتخب المصري. سيبك من الحدوته دي كلها، ده مكان شغلك. الشغل ليه التزام وليه قواعد وليه قوانين، وده اللي مجلس الإدارة اتخذه بالأمس في قرار صارم. الثلاثي أحمد فتوح، مصطفى الزناري، محمد صبحي، ده كان بعد ما مجلس الإدارة اطلع على المذكرة اللي الكابتن عبد الواحد السيد مدير الكرة للفريق الأول قدمها. قال إن اللعيبة دي ما التزمتش، ارتكبوا مخالفات وتجاوزات بتستوجب فعلا التعامل معهم بطريقة حاسمة. بنشوف إن القرارات حاسمة، قرارات قوية، وإن اللي من النوع ده مش بيكون بس على فكرة المقصود بيها اللعيبة اللي توقع عليهم العقوبة، لأ، ولا اللي تعرضوا للبيع، لأ، لكن بيكون المقصود رسالة قوية للفريق ككل، للمنظومة، للفرق الرياضية كلها، إنه مفيش أي تهاون في حقوق النادي أو المبادئ، مبادئ النادي اللي بتيجي فوق أي شيء ويجب أن يحترمها الجميع. دي القرارات الهامة والخاصة بمجلس إدارة نادي الزمالك تجاه اللعيبة اللي خرجوا عن النص خلال الأيام اللي فاتت. هنتابع مع حضراتكم الملف خلال الأيام القادمة بإذن الله ونشوف الأمور جد جديد إيه. طبعا كنا اتكلمنا معاكم امبارح إن في بحث أكتر من ملف خاص بتولي الإدارة الفنية لنادي الزمالك، سواء إذا كان أو من قبل، هل هيكون في التوقيت ده مثلا الأنسب إنه يكون في مدير فني أجنبي، هل الأنسب إنه يكون في مدير فني مصري ممكن إن هو يتعامل في المرحلة القادمة بأفضل شكل وبأنسب شكل. دي الأمور اللي لسه هنتابعها ولسه هنعرف الأفضل والأمثل لنادي الزمالك في المرحلة القادمة هيكون إيه. لسه هنتابع معاكم الملف بإذن الله، وأي جديد دايما بنقول لحضراتكم عليه.